كيلو فارينة، كعبة ياغورت، كعبة عظم، باكو خميرة متاع خبز، ونخلطها بشوية ماء ملذذ، حطها تخمر على روح. بعد نحضر حكاية ربع ساعة كيك تخمر، حضر لها الصوص متاعها، طماطم كعب نعصرها، شوية ثوم، شوية راند فيها، راند بنحطش فيها، شوية كليل، ونفوح حتيبلو كروية وفلفل أكحل وملح الكل، وخليها تشيب على روح. ومن بعد نحط لها طن وعظم مسموطة وشوية كبار وجبن موتزاريلا، ونرجعها تشيب شوية آخر ونخرجها. مدة حكاية زادة يمكن درجين كيك كهو.